رغم اكتمال منشآته الخدمية واللوجستية، إلا أن جهات سياسية ما زالت تعرقل افتتاح مطار كركوك الدولي، الغاية منها ضرب جهود الإعمار التي شهدتها المحافظة في ظل الإدارة الحالية. نواب وصفوا المماطلة بافتتاح المطار بالأمر المعيب، داعين رئيس الوزراء وسلطة الطيران المدني إلى إنهاء التعقيدات التي تقول إنها فنية للإسراع بافتتاحه أمام المسافرين. أنا دا أشوف كل شيء متوفر، الملاحة الجوية، الأجهزة، الأمور الفنية، طيب ليش التعقيد؟ اللي نرجو من سلطة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الدفاع، طيران الجيش، مع وزارة النقل، مع السيد رئيس الوزراء أنه يعجل. يعني يكفي أنه إحنا ما نشغل هذا المطار حتى تشتغل المطارات الأخرى، عيب عيب. كل المطارات مطارات عراقية، سواء كان نزلت في أربيل أو بالناصرية أو بغداد بكركوك، وين ما تنزل راح تجيب أموال للبلد، راح يسهل سفر مواطن عراقي. يعني أنا ليش أسهل سفر مواطن من الجنوب؟ ليش أسهل سفر مواطن من الشمال؟ ليش من يجي الشغلة على مواطن كركوك أعقدها؟ يكافي كركوك، طلعوها من هذه التعقيدات. إدارة المحافظة دعت بدورها سلطة الطيران المدني إلى إرسال لجنة مختصة للإطلاع على جهوزية المطار من الناحيتين الخدمية والفنية، رخصة إدارية يتوقف عليها افتتاح المطار لأسباب لم تعد خفية حتى على المواطن البسيط. نطلب من سلطة الطيران أن ترسل لجنة تقيم عملنا حتى إذا كان هناك نواقص نستطيع إكمالها، لكن ندعو سلطة الطيران للإسراع بالفتح، وأيضا ندعو السيد رئيس الوزراء أن يساعدنا في الفتح، ليعتبر أحد منجزات حكومته، وهو مطار مهم في العراق ومطار مهم في مدينة مهمة، مدينة لها تاريخها، لها اقتصادها، لها موقعها ولها وضعها السياسي. طيب احنا نتمنى أنه السيد رئيس الوزراء يكون، طبعا احنا تكلمنا معه وأعطانا الموافقة بأنه سيحضر افتتاح هذا المطار، لكن هذا يحتاج إلى إجراءات فنية تستطيع سلطة الطيران تقوم بها. تشغيل مشروع المطار سيوفر الآلاف من فرص العمل لأهالي المحافظة، كما يسهم في تنشيط الواقع الاقتصادي ليكون منجزا يحسب للحكومتين المحلية والمركزية، مع الأخذ بالحسبان أن هذه المحافظة جاذبة للاستثمار ومهمة اقتصاديا وزراعيا ونفطيا. لقناة الفلوجة عبد الله العامري، كركوك.